يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أصلي فتبسمت في الصلاة تبسما شديدا خرج منه صوت، فهل علي شيء؟ هذا ما هو تبسم، هذا ضحك، هذا ضحك وخرج من صوت الحروف، هذا ما هو تبسم. فإذا إنك تأكد من هذا تعيد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقولون وإن قهقه، يعني قهقه في الضحك بطلت إجماعا، يعني بالإجماع. نعم.